للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة ميرنا شلش، منسق ائتلاف نزاهة. أستاذة ميرنا، بعد التحية، يعني كيف ترين استعدادات ائتلاف نزاهة في متابعة سير العملية الانتخابية؟ مزيد من التفاصيل حول ما تقومون به استعدادا للعملية الانتخابية الأسبوع القادم بإذن الله. مساء الخير يا فندم. ائتلاف نزاهة، احنا في ائتلاف نزاهة هي مكونة من 7 منظمات، منظمتين محليين وهي منظمة شركاء من أجل الشفافية ومنظمة ماعة للسلام والتنمية، و5 منظمات دولية. احنا ائتلاف نزاهة هو بيضم متابعين دوليين من 34 دولة، من دول أوروبية، دول إفريقية ودول آسيوية. هما من النهاردة بدأ وصول المتابعين الدوليين، وهنكمل بكرة إن شاء الله عدد من المتابعين هيوصلوا القاهرة. خلال الفترة القادمة إحنا بنرتب بيهم زيارات لمقرات حملات المرشحين 4 وللهيئة الوطنية للانتخابات، وهيتم عقد دورة تدريبية كمان ليهم على المعايير الدولية للحرية ونزاهة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية. بالإضافة إن من المفترض أن يزور كل متابع دولي 25 لجنة فرعية في اليوم، فعلى مدار 3 أيام هيبقى من المفترض أن يزور كل المتابعين الدوليين 2400 لجنة فرعية من أصل 10,000 لجنة، فبما يوازي 24% من اللجان. وتم اختيار عدد من المحافظات هيتم المتابعة فيهم، هم 10 محافظات، وتم فيها مراعاة جميع الأقاليم الجغرافية لمصر من وجه بحري ووجه قبلي. وبعد مرحلة التصويت هيكون في مرحلة للتقييم، وهيتم عمل مؤتمر صحفي للائتلاف نزاهة يوم 16 ديسمبر، هنعرض فيه إن شاء الله تقرير الأولي للائتلاف. طب أستاذة ميرنا، إيه المعايير اللي وضعتوها في متابعة الانتخابات؟ احنا الاول مره في متابعه الانتخابات هيتم استخدام استماره الكترونيه لمتابعه الانتخاب. فالانتخابات هنلاقي في داخل كل مقر لما يروح المتابع الدولي هناك استاذه ميرنا شلش، يعني يبدو ان الاتصال انقطع مع الاستاذه ميرنا شلش، منسق ائتلاف نزاهه. يعني انا بشكرك على العموم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات المبدئيه، وبالتاكيد سنتواصل على مدار الاسبوع القادم لمتابعه نتائج متابعتكم للانتخابات الرئاسيه.